مرة أخرى تمنع البرامير أهالي مدينة حلب من النوم وربما من الحياة. فهنا في حي بستان القصر لم ينتهي الدفاع المدني من انتشار ضحايا المجزرة الماضية بعد، حتى يستيقظ الأهالي على مجزرة جديدة أوقعت عشرات الضحايا والجرحى. فالطفل عبد الرزاق خرجت أمه لتبحث عنه في المستشفيات فلم تجد، وبعد عودتها إلى منزلها المدمر عثرت عليه بين الركام لتختلط الدموع مع الابتسامة، فقد كتب له عمر جديد. هذا ما هو عمل إنسان، يعني ما هو عمل إنساني، عمل مجرم. إذا كان إيران وروسيا عايزين هالرئيس عم حطوا له انتخابات يساووا رئيس عندهم. كذلك الحال في حي المغاير، استقبل الأهالي يومهم ببرامير كانت كفيلة بهدم المباني فوق رؤوس ساكنيها، وربما كلمات هذا المسن الحلبي تختصر جميع معاني الصبر والعزيمة. فين يروح لحتى توب كمان توبوا مشان تحبوه. هي اسمها انتخابات الدم، نحن نتمنى حتى من الشعب الفيركيني يحس فينا يشوف قلتوا هون ايش عم بصير فيها. ريف حلب كان له نصيبه من القصف ايضا، فام محمد التي قدمت شهيدين وفقدت اختها واسرتها قبل ايام يتعرض منزلها للقصف للمرة الثانية. إذن مع بدء انتخابات النظام الرئاسية، برامير في النهار وبرامير في الليل، وفي الوقت الذي يبحث فيه أهالي المدينة عن ذويهم بين الركام يتسابق مؤيدو الأسد للرقص على دماء الشهداء.